بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 29 بعد 100 الثانية من دروس الفقه المنهجي الشافعي اليومية، العنوان نقل الزكاة من محل وجوبها. قال: لا يجوز نقل الزكاة إلى غير البلد الذي وجبت فيه وهو محل المال، طالما أنه يوجد مستحقوها في ذلك البلد وإن قربت المسافة، لأن في ذلك إحاشا وإيلاما لمستحقيها في بلد وجوبها، إذ إن أطماعهم تمتد إليها وآمالهم تتعلق بها، ولقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. شو معنى هذا الكلام؟ معناته أحبابنا بأن البلد الذي وجبت فيه الزكاة، أنا الآن أعيش في عنتاب، هذا البلد الذي أعيش فيه يعني لدي مال زكاة، عندي 1,000,000 ليرة تركي مثلا، أنا بضرب أمثلة لا تصدقوا، عندي 1,000,000 ليرة تركي مثلا، فبيطلع عليهم 25,000 ليرة تركي، عندي 10 ملايين بيطلع عليهم 250,000، عندي 100 مليون بيطلع عليهم 1,500,000، عندي 1,000,000,000 بيطلع عليهم 25 مليون مثلا، شايف هذا هي الحسبة يعني. الآن هل يجوز أن أخرج يعني أخرج الزكاة من بلد الوجوب؟ أنا أقيم في عنتاب، هذا بلد الوجوب، إلى سوريا مثلا، إلى الصومال مثلا، إلى أفغانستان مثلا، إلى يعني أي مكان في فقير غير بلدي. هذه مسألة اختلف فيها العلماء. هلا مذهب الشافعية أنه لا يجوز نقله. ليه؟ قال: لأنه هذا حق الفقراء اللي موجودين بالبلد اللي أنت مقيم فيه، فالناس المقيمة هون هذا حقهم، هؤلاء يعني يتعلقون، مثلا بيجي رمضان مثلا تتعلق قلوبهم حاجتهم بالمال الذي سيعطى لهم، فلا يجوز أن تخرج إلى بلد آخر. طبعا أنا لأن المسألة فيها خلاف، أنا أذكر الآن يعني أنا نقرأ نحن مذهب الشافعية، هذا الكلام كلام الشافعية لا يجوز إخراجها، وأيضا هو رواية عن الإمام أحمد، لكن جمهور العلماء أنه يجوز. يعني بمعنى آخر، النبي عليه الصلاة والسلام قال لما أرسل معاذ إلى اليمن قاضيا، قال: أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة، صدقة يعني الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. الشافعية ماذا قالوا؟ تؤخذ من أغنيائهم يعني أغنياء اليمن، فترد في فقرائهم يعني فقراء اليمن، ما تمام؟ الجمهور ماذا قال؟ قال: أغنيائهم يعني أغنياء المسلمين، فقرائهم يعني فقراء المسلمين. فالجمهور المذهب الحنفي، المذهب المالكي، وأكثر المذهب الحنبلي على أنه يجوز أن تخرج المال من يعني تخرج الزكاة إلى خارج بلد الوجوب. إذا دخلي بالك مسألة خلافية، أنا لما تكون مسألة خلافية بحكي الأقوال الأخرى، بحكي المذاهب الأخرى. فالشافعية قالوا: لا، ما بيجوز، لأنه هذا حق هدول، حق الناس اللي موجودين بهالبلدين، مثلا عندهم مثلا الشام، انتبهنا، لا الشام بتطلع لبرا ولا برا بيدخل لجوا. لكن الحمد لله ما دام في مسألة خلافية بين العلماء، ف يعني شو بنقول في الأمر ساعة. طيب، قال: فإذا فقد أحد الأصناف في بلد الوجوب أو زاد أفرادهم على حاجتهم، نقل نصيب ذاك الصنف أو ما فضل عن حاجة أفراده إلى نفس الصنف من أفراد بلد غير بلد الزكاة. يعني نحن قلنا بالأمس إنه الزكاة توزع على الأصناف الثمانية، تبعنا باستثناء بالتساوي، يعني أنا عندي 800,000 ليرة تركي زكاة. طبعاً نحن الأصل الزكاة توزع على الدولة، يعني لما بتجمع الدولة المال يطلع معها تريليونات، تصور يا ما بفهم. فأنا شو هي الأصناف الثمانية؟ إنما الصدقات للفقراء، هذا الصنف الأول، والمساكين الصنف الثاني،
والعاملين عليها هذا الصنف الثالث، والمؤلفة قلوبهم هذا الرابع، وفي الرقاب خامس، والغارمين يعني المديونين السادس، وفي سبيل الله السابع، وابن السبيل هذا الثامن من أصناف. بياخذ من وزعها، أنا عندي 800,000 وزع 100 100 100 باستثناء العاملين عليه، ما بياخذوا 100، بياخذوا أجرة المثل، حكينا هذا الكلام وأكدنا عليه. أجرة المثل، هذا زلمة موظف ما له فقير، هذا موظف قاعد عم يشتغل عاملين عليه، لأنه فرغ حاله لهذا العمل، شو بنقول له؟ نعطيك من مال الزكاة أجرة المثل. يعني أنت لو عم تشتغل جابي عند الدولة، قديش بيعطوك؟ لو عم تشتغل جابي عند التجار، قد بيعطوك؟ بيعطوك $1,000؟ نعطيك $1,000 بالشهر. اما تجي مثل ما بيعملوا، انا اكيد بسوريا كلها، بس انا عم بحكي اللي بعرفه بالشام. والله يا ابو عمر، بيجي فلان بيجيب اولاده كله رمضان، بيجيب يمكن اسرته، بيجيب اولاد اولاده، كل شيء شباب، بيروح بيستنفروا ويجمعوا زكاة، بياخذوا 25% أو 25%. فإذا جمع مليون له 250,000، أنت صرت شريك مع الفقير يعني؟ لاحظت معي؟ اشتروا بيوت، أخذ حق من مال الفقير، أخذ من مال الفقير، بدها انتباه. لا، أنت بتاخذ أجرة المثل وفقط إذا كنت عاملا. بقية الأصناف نعطيهم بالتساوي. هلأ قال إذا فقد أحد الأصناف في بلد الوجوب، يعني مثلا ما في سبيل الله بلد الوجوب، ننقلها لبلد آخر في سبيل الله، يعني جهاد، ويعني لمن تفرغ للجهاد حتى لو كان غنيا، تفرغ وما في له راتب. أما الدولة العثمانية أرطغرل، إذا شفتوا مسلسل أرطغرل، وقت الجهاد بيطلع الحداد بيترك محل حداده وبيطلع، والنجار بيترك، كل واحد بيترك شغله يروح وجاهده، يلي بيستشهد استشهد، والناس بترجع لأعمالها بعدين. هذا الكلام ببداية الدولة العثمانية، بعدين صار في عندنا جيش اسمه الجيش الانكشاري، يعني رواتب وكذا، خلص هذول ما عاد ياخذوا في سبيل الله. تمام؟ ما عاد ياخذوا. وآخر دعوانا أن الحمد لله.